باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. حاسب من ارادتك. الاراده هي اللي بتحدد اتجاه الانسان ومصيره. الاراده معناها تعمل اللي نفسك تعمله، بالذات لو في اتجاه سليم. في ناس كتير عندها نيه طيبه، عندها رغبات جميله، عندها فكره حلوه، بس الاراده مش سعفاها، مش بتكمل المشوار، الكسل غالبها. الاراده القويه هي اللي بتطلع انسان قوي. مش كفايه عندك فكره حلوه ولا قلبك طيب ولا عندك مبادئ عاليه، لازم ارادتك كمان تخدم على ده كله. اللي ما عندوش اراده يشتغل على ارادته. انت تقدر تقوي ارادتك، تقدر تمنع نفسك، تقدر تشد على نفسك، تقدر تشجع نفسك، تقدر تزق نفسك وتحفزها، تقدر تمشي مع ناس إرادتهم قوية. ما تستسلمش وتقول إرادتي ضعيفة. في ناس كانوا زيك وإرادتهم بقت قوية.